زميلنا شوقي علاك في هذه الأثناء على المباشر. مرحبا بك شوقي، تفضل وبضيبك الكريم. مرحبا رضا، مرحبا مشاهدين قناة النهار، مرحبا كل متتبعي القناة ومحبي القناة. اليوم كما شاهدتم منذ صبيحة اليوم الإعلان الرسمي عن إطلاق علامة شيري هنا في الجزائر. معي ضيف مميز وهو المدير العام لعلامة شيري وأيضا ليد أوتو ليدر كومباني، وهو الممثل الحصري لهذه العلامة هنا في الجزائر. سيحدثنا اليوم ربما عن استراتيجية هذه العلامة، عن نموها، عن الموديلات التي سيتم تسويقها، وربما بعض الأسعار بصفة حصرية. مرحبا، أهلا بك أخي شوقي. أول شيء أنا بتعرف أنا عندك أكن لك احترام كبير سيد شوقي. أنا حبيت نقول بلي أنا أول شيء أنا كقناة نهار من القنوات اللي نحترمها واللي نحب أن تكون عندها الحصري دائما وملي بارتنر تاعي. حبيت نقول أنه كإحنا كعلامة شيري، إحنا علامة شيري هي علامة مخصصة بصفة مباشرة للمواطن اللي من الطبقة المتوسطة. حنحاول أنه نوفر سعر مناسب مع جودة كمرحلة أولى، وبعدين نروحوا المرحلة الثانية هي مرحلة التصنيع، حتى نحاولوا أنه نعطي أسعار أحسن ونحاول أنه نحاولوا نميتريزيو ليكو. بالنسبة للعمل استراتيجيتنا واضحة، استراتيجيتنا أنه إحنا من النهار الأول أنه إحنا حابين هذه السيارات ولا هذه العلامة أنه صح تكون موجهة للمواطن اللي يحلم أنه يمتلك سيارة، للمواطن اللي يحلم أنه يكون عنده سيارة سواء بقرض بنكي سواء بأنه يكون هذا وش حوش ولا وش خبة. إحنا هنا نحاولوا أنه نديروا المستحيل أنه نوفروا هذه السيارات. على العموم نحن هنا رانا عاطين 7 سنوات ضمان، يعني رانا نشوفوا ارواحنا في السوق 7 سنوات. هذا هو الشيء المميز. ربما السياره السياحيه الارخص في الجزائر حتى الان بسعر 1,999,000 هكذا لما نشغلت في السعر، وايضا ضمان 7 سنوات او 200,000 كيلومتر، يعني هذا نقدر نقوله عربون ثقه مع زبون. هذه هي جايه ثمره انه نيغوسياسيون، انه حاولنا انه نحطوا سعر البيع، ومن بعد رجعنا صرنا نعمل نيغوسياسيون مع الشريك الصيني، انه لانه حنايا اولاد الشعب، اولاد المجتمع، عارفين وش يولي كاين. هذا التطلعات المواطن انه حاب سياره في حدود 200 مليون، وهذا هو احنا هذا هو لوبجيكتيف تاعنا تاع لا كليونتيل. انا نقول من اليوم حتى اسعارنا اللي حيكونوا اللي بين 199 حابين نعرفوا، وهذا ما راحش يكونوا بعاد على 199 و200 و220 و240، راهو عندنا 7 ولا 8 تقريبا، 8 موديلات راح يكونوا كلهم في لافورش تاع بين 200 حتى 350. سعر الاريزو 5؟ اريزو 5 راح يكون سعر مناسب جدا، حتى انه الناس راح تتفاجئ، ماهوش راح يفاجئ كما فاجئ الناس تاع 199. ونكتفي بهذا، خليها القادم الايام حتى تكتشفوها عند وكلائنا الحصريين لما نبدا البيع. ممتاز. عندما نتكلم ربما على استثمار علامة شيري هنا في الجزائر، نتكلم ايضا على المصنع الذي سيقام في ولاية برج بوريريتش. لو كان نتكلم على نسبة الادماج الاولية اللي راح تكون في السنة الاولى، راهي مقدرة؟ هل هناك ربما ابرام اتفاقيات مع شركات مناولة جزائرية؟ نو احنا مازلنا مانيش في المرحلة هذه. احنا وقعنا عقد مبدئي مع شريكنا الصيني انه لازم يكون كم استثمار تاع 100 مليون دولار، فيه نسبة 35% تاع شريك صيني و 65% الشريك الجزائري. احنا راح نتبع دفتر الشروط اللي يحث انه كل متعامل لازم يوصل 30% نسبة ادماج في السنة الثالثة. احنا الناس راح نمشيو كيما على استراتيجية الدولة، راح نتبع استراتيجية الدولة، راح نوصل نسبة ادماج. المرحلة الثانية بطبيعة الحال راح نبحث على مناولين، راح نبحث على ناس يخدموا قطع الغيار في الجزائر، لأن هذه راح توفر لي وقت، راح توفر لي نسبة ادماج أعلى، وفي نفس الوقت راح نصير نحاول أني أنا نصير نقلل من نسبة الاستيراد تاعي وما نصيرش ندفع ضرائب، يعني سعر السيارة تاعي راح يكون مناسب جدا. أستاذ أيمن شريط، ربما كاين سؤال يطرحه كل جزائريين اللي هو هل هناك عقود مع بنوك لربما بيع هذه السيارات بتقسيط؟ لانه كثير من الجزائريين يسالون هذا السؤال. وسؤال ثاني اللي هو شيري كيوكيو وين هي؟ نعم، بالنسبه للسؤال الثاني، شيري كيوكيو الان بالنسبه لنا كشريك صيني هي وقفتها عندها سنتين، لكن انا نقول لك باللي في القادم السنوات حنحاول انه تكون عندنا كيوكيو بجوده ثانيه بنوعيه ثانيه. هذه بالنسبه للكيوكيو. السؤال الاول
العكس انه حنشوف اني حنقول لك انه لما تقول لي على كنت تسالني على واش على القروض البنكيه. القروض البنكيه هي بالنسبه لنا احنا لما نبدا في التوزيع ونبدا في البيع اكيد حنروح نعمل عقود مع البنوك اللي مهتمه وعندنا اتصالات مع البنوك. ان شاء الله في قادم الايام حيكون عندكم كل المعلومات وحيكون عندكم صحه تشوفوا باللي صح شركه شيري عندها صح انه عندها قابليه باش تصح تلبي المواطن. نقول لكم باللي احنا مثلا اخذنا 10000، نعطيك مثلا ارقام، اخذنا 10000 اعطتنا وزاره التجاره ككوطه 10000 سياره. نطمنك باللي انا في ظرف شهر فتحنا كل الاعتماد تاع 10000 سياره وعندنا 30% منهم ركبوا في الباطو عندهم من سومان. يعني احنا حابين نبيعوا بسيارات راي ديجا النيميرو تشاسي تاعها كاين، ما نبيعش الوهم للمواطن. استنونا وحاسبونا احنا كيما نقول لك انا رانا هنا خدمنا وتعبنا عندنا عام ولا عامين احنا نخدموا باش نوصل اني انا نكون انا ليدر في لو مارشي. بربي نكونوا لي ليدر واذا كاين نقائص احنا هنايا باش نحسنوهم. سؤال اخير، وقتاش المواطن يقدر يجي يطلب شيري؟ في قادم الايام حسب انا احنا نعلن على في صفحتنا تاع الفيسبوك على وسائل الاعلام. يعني انا في قادم الايام ان شاء الله كل مواطن يقدر يطلب وراح يكون. ونزيد نعطيك حصري، نعطيك حصري، يمكن ماهوش حيستنى 45 يوم باش يتحصل على سيارته، يمكن اقل. يلا شكرا. بارك الله فيك. شكرا إيمان. شكرا. اذا كان معنا السيد ايمن شريط المدير العام لعلامه شيري، الممثل الحصري لهذا العلامه التي عادت بقوه الى الجزائر. يا شوقي لكم التوفيق قادم الايام. وايضا شوقي نتمنى ايضا الاسعار. شوقي نستغل ضيفك معك. شوقي المواطن الجزائري. شوقي نستغل يعني خلاص يعني. السلام عليكم. بارك الله فيك. نعم. إذن هذا كان زميلنا شوقي علاك طبعا من